قال لك اتاي الصحراوي زين في تقلابه يعجب الديب والتعلاب. يعجب الديب والتعلاب. اخذوا المسائل الحسانيه والطبيعه الصحراويه، لان الطبيعه الصحراويه فيها الديب والتعلاب. الشعر الحساني. لانه فاش يكون من المتيت. يعني كل بيت خص يكون فيه شاعر ديالو. هو معروف معروف الاقاليم الصحراويه كامله شعراء. راه تيدار مهرجان في العيون وفي قليميم وفي اسا ديال الشعر الصحراوي، واخا هو ما تيتطورش لانه فاش تحضر الندوات ديال الشعر. صحراوية مغنيه معروفه عندك. كاينه رشيده طلال. طلال. وكاينه سعيده شرف. وسعيده شرف. من هي اللي عندك في الموال ديالها قوي؟ قوي. طلال ولا شرف؟ رشيده طلال. رشيده طلال بحكم يعني عشت معنا، هي بنت مدينة طنطان وبنت أكبر من القبائل الكبيرة ديال ملعينين، يعني من القبائل المحافظة ومن القبائل اللي يعني تدخل الدار يعني ناس محافظين بزاف، ولكن هي خرجت للميدان ديال الغناء. يعني اش غادي نقول لك، خرجت للميدان الغناء متأثرة بزاف ديال المسائل. يعني لقات شي صعوبات مع العائله ديالها؟ لقات صعوبات بزاف، رغم ان لان كنت تنقول لك العائله، رغم ان الغناء ديالها محافظ وكذا، وتتغني على الشيء الصحراوي وتتغني على الطبيعه الصحراويه وتتغني على الموال الصحراويه، ولكن المشكله انها لقات صعوبه في الطبيعه ديال الصحراوي. دوزت معنا العمل الجمعوي. يحب ان يسمع له صوت المراه. صوت الرجل اقوى. هما ممنوع عندهم الاختلاط اكثريه في العائله المحافظه، وعندهم طقوس في الاعراس ديالهم، وعندهم طقوس بزاف في المسائل ديالهم. يعني هما طقوسهم كثيره، يعني غير من ناحيه انه تتشوف وحده لغايه ان تتزوج بها تدوز مراحل بزاف. عاد بحال دابا ما تيقدروش هما يجلسوا قدام العائله ديالهم، ما تيقدرش واحد يجلس قدام محافظين. على ذكر المراه، المعروف على ان الطلاق في المناطق ديال المغرب وفي جل البلدان العربيه والاسلاميه، المراه المطلقه كيكون عندها فرصه ضعيفه باش تزوج مره اخرى، لكن التقاليد في الصحراء المراه المطلقه مطلوبه للزواج. شو هو السبب؟ كما تتعرف ان المراه الصحراويه مجموعه فيها جميع الكماليات ديال المراه العربيه. يعني فاش تكون تتحدث على امرأة، على امرأة صحراوية، امرأة متكاملة، يعني من ناحية كما تنقولوا، كما كانوا الشعراء في القديم تيقولوا المنكبين، اليدين، المرفقين، جميع المسائل تتعتني بهم المرأة الصحراوية، ما تتكون شي حاجة ناقصها. لهذا تيخلي المرأة الصحراوية مطلوبة ولو تبلغ من السن عتية كما تيقولوا. ولكن حاجة أخرى، مثلا في البلدان الأوروبية، شمال إفريقيا، واحد مجموعة ديال البلدان، الرجل لما يختار مثلا امرأة ما تكونش، خصها تكون رقيقة. بالعكس مثلا في الجنوب المغربي خصها تكون المرأة غليظة وتكون هذه وتكون هذه. كما قلت لك، لأنه المنبع ديال الناس اللي نزحات الأقاليم الصحراوية من قديم كانوا من المشرق العربي، هما راه من الجزيرة، شبه الجزيرة العربية، واستقروا في الصحراء المغربية. من الصحراء إلى الصحراء، نفس التقاليد. دابا فاش يجيو عندنا عمانيين، اللي تيجيو عندنا إماراتيين، لا كويتيين، لا هادي، ما تيلقاوش مشكل بالتقبل ديال الثقافات ديالهم، تنكونوا هاضمين حنا الثقافة ديالهم. يعني نفس التقاليد عندهم، الصحراء، الخيمة، الأتاي، الشاي المشوي، الأكل في الخيمة، النزوح إلى أماكن بعيدة، والاستقرار بالسيارات ديالهم، ما تنزحوش المقاهي، يكسروا أمام القمرة أمام القمرة. تقاليد ديال المناسبات، العرس ديالهم تيدوزوا كما تنقولوا في الفيافي، يعني في الداخل ديال الصحراء. الاكل، الشرب، الرز كما في المشرق العربي تتاكل تما. لهذا ان المراه خدات حتى هي ذاك الطابع، انه المراه خاصها تكون وفيره طويله القامه، عريضه المنكبين، تكون وافيه في مواصفات المراه العربيه. الانسان الصحراوي. الانسان الصحراوي على حسب الذوق ديالو. بالعكس، انه الرجل ما خصوش يكون غليظ، خصو يكون رقيق، باش الا شداتو المراه تصنع له بزاف. لا،
لانه هذوك هما التقاليد ديال المنطقه الصحراء، لان الرجل بحكم الراعي وبحكم السفر وبحكم المشي وبحكم انه تتبع الحيه ديالو كما تنقولوا بتبوع هذه، يعني ما تيبقاش هو اهتم بالصحه ديالو هذه، تيهتم غير بالراعي وبالقطيع ديالو وشنو داروا وشنو هذه وشنو هذه. بلا عطيت لك مجموعه ديال الاسئله ونسيت باش تقدم نفسك بالاسم ديالك للبرنامج. بصير عبد العالي عن جمعيه النجاح وتقدم المراه بطنطان، جمعيه عشفت النور واحد العامين، خدات على عاتقها هذا المشاركة بعدة مهرجانات وتعريف بالتراث الحساني وتعرف بالمنطقة الصحراوية، وتنشكر الأعضاء ديال الجمعية اللي ساعدونا، وتنشكر الناس اللي وقفوا معنا في طنطان باش وصلنا البركان، منهم الناس المسؤولين كرئيس مجلس بلدي، كالسلطة على رأسهم سيد الباشا وعلى رأسهم بعض الغيورين على المنطقة ديال طنطان، ومن خلالها تنقل تحايا ديال تحيه الاخوان في الشمال والناس ديال البركان الاقاليم الصحراويه، وما تنطلبوش من الله انه يكون اخر زياره، لانه تنطلبوا من الله انه تكون زياره متعدده، وغادي نزيدوا نعرفوا ونضطوا العلاقات ديالنا، يمكننا حتى حنا تكون عندنا معارض تماك ومهرجانات ويمكننا نعرضوا على الناس ديال البركان، لان الناس ديال البركان شفنا فيهم الطيبوبه، شفنا فيهم، كنا واخدين واحد الفكره على الناس ديال البركان، ولكن الناس ديال البركان ناس طيبين، ناس كجميع المغاربه، ناس مضيافين، ناس يخليو راسهم وتيقدموا للغير، ما تيخليوش يسمعوا على راسهم شي ضره رمل باش يتعيب ولا شي حاجه. انتم في الجنوب معروفين تشويو تقنوا الشيء ديال الخرفان وديال الابل، جيت هنايا لقيت اكل بطريقه اخرى، كيفاش كان جاك الطبخ في مدينه بركان؟ الطبخ في مدينه بركان بالاستثناء دوك ليروبا الاولى، هذيك الشلاضه داكشي هذيك ما عندناش حنايا، حنا اولا تنطرحوا في الاول، تنطرحوا اتاي موراه الزريق. شنو هو الزريق؟ الزريق هو واحد الحليب مخلط بدانون مخلط بالسكر، الحليب ديال الناقه، الحليب ديال الناقه ولا اللبن ديال الناقه، تتقدموا للضيف هو التمر، هو اول حاجه تتعطي له، وموراه تتعطي له كاس داتاي، موراه تتعطي له مارو. مارو هو الرز مسلوق ومدير عليه داك الدروه ديال الجمل. الدروه نتاع الجمل. الدروه ديال على ذكر الناقه والحليب ديال الناقه. الدروه ديال الجمل. على ذكر الناقه والحليب ديال الناقه. عندنا معلومات على ان المراه الصحراويه الفتاه الصحراويه اذا كانت رقيقه كيبقاو يعطوا لها الحليب ديال الحليب واللبن ديال الناقه ويعملوا لها حركات في الرمال او شيء من هذا القبيل باش في ساعه غلاظ. بغينا باش تفهمنا هذا هنا في التقاليد ديال كما قلنا قبيله بان المراه الصحراويه خصها تستوفي المتطلبات ديال الرجل الصحراوي، خصها تكون عريضه المنكبين، ما تكونش رقيقه، تكون غليظه، فارعه الطول، تكون ذات جسم وفير، يعني باش حتى هو يقدم لها كل ما تطلب منه امراه في المهر ديالها ولا في الجهاز ديالها ولا في اي حاجه. بالنسبه للمراه اللي تنقولوا انه المراه الصحراويه. اذا مرحبا بك مره ثانيه في مدينه بركان. وبك وهلا. على مقربه من البدء في الفرجه على العرض الاخر من الارجنتين. نتمنى لك اقامه سعيده في مدينه بركان. والله مشكورين ومرحبا بك في مشكورين. اي وقت وحين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى اللقاء مع ممثلين ومخرجين اخرين في اللحظات القادمه، والسلام عليكم. شكرا. شكرا على المتابعة. نعتقد أنكم نخبة خاصة تعشق متابعة الأخبار، لذا إذا كنت غير مشترك في قناتنا اشترك الآن.